السلام عليكم، أنا محمد الجامح. قبل فترة لما كنا نطلع أنا والشباب على البر، أول سؤال يخطر في بالنا: عندك فور ويل؟ وهذا الشيء اللي كان يعرقلنا، فبحثت في موضوع السيارات الفور ويل وشدت انتباهي سيارة. هذه السيارة نادرة ما تلاقيها في الشارع، بس المواصفات اللي عليها تهيئها أنها تكون سيارة قوية وقدها في البر. تويوتا تاكوما 2019. تويوتا تاكوما 2019 فئة التي ار دي اوف رود، 6 سلندر 3500 سي سي، قوة المحرك 278 حصان. مثل ما تشوفوا واجهة السيارة جدا جميلة وبنفس الوقت عدائية. الأشياء اللي متغيرة بينها وبين الجيل القديم الإنارة والشبك وشكلية الرادار. من الإضافات الحلوة في التي ار دي عندكم الستاندات، هذه قوية وجاية من الوكالة، ومن الخلف فيها محولات كهرباء للقلص. حال جبت عندك قلص تركب المحولات وتوصله به. هالمكان تخلي فيه تلفونك وتشغل الزر هذا راح يشحن لاسلكي. هذا الزر تنزله عشان تنزل الجامعة الخلفية اللي وراء، وترفع عشان تسكرها. وفي سويتش كهرباء خلفي تتحكم فيه عن طريق هذا الزر. وبعد في إضاءة في الصندوق الخلفي تساعدك على الرؤية بالليل، تشغله بعد عن طريق هذا الزر. شوفوا أماكن التخزين هذه. وعندكم هالمكان بعد. احنا الحين في جبل شمس، السيارة ما شاء الله عليها قادرة، يعني فيها ميزات وامكانيات قوية، وهذا كله بسبب وش؟ خفة الوزن والماكينة الكبيرة اللي معطينها اياها، المواصفات اللي معطاية خلتنها انها تقدر تعبر اماكن واماكن وتضاريس مختلفة. فما شاء الله السيارة قادرة. والحين راح اتكلم لكم عن وضعيات القيادة على الأوفرود. عندك هني زر التراكشن كنترول، وعندك هني زر الديفلوك، وعندك وضعيات القيادة على الطرق الوعرة، وهني نظام الزحف. وهني عندنا ثلاث وضعيات للدبل: الوضع العادي والوضع الخفيف والوضع الثقيل. جربنا التاكوما في جبل شمس وجربناها في الرملة، حاولنا نغرزها، يا دوب غرزت، عشان كنا بغينا نجرب نظام الزحف فيها. فأول ما غرزت جربنا نظام الزحف بسهولة طلعت. ما شاء الله عليها سيارة قوية، يعني جد ما بالغ، سيارة جدا قوية. تاكوما سيارة متمكنة سواء كانت في البر أو في الشارع، وهذا لأن صرف البترول فيها جيد. وطبعا أنا أتكلم عن صرف البترول بسبب أن الناس كثير مركزة فيه، والحين شايفين الأوضاع اللي نحن فيها. فكسيارة عائلية سيارة ممتازة، بس فيها شوية عيوب راح أتكلمهن وأذكرهن بعد شوي. من العيوب اللي فيها ان السيارة ما فيها مكيفات وراء، والكاميرا اللي فيها جودتها انا اشوفها تعبانة صراحة، يعني كسيارة 2019، وعلى الخطوط السيارة شوية تسرب هواء، فسيارة 2019 تسرب هواء وشوية فيها اصوات، فحس ما حلو. والمساحة اللي خلف نوعا ما ضيقة، فهذه عيوب صغيرة في السيارة، ما في سيارة كاملة. وبس حبيت اشارككم تجربتي في السيارة سواء كان في البر أو في الشارع. اكتبوا لي في التعليقات شو تحبوا أني أجرب من السيارات في الحلقات الجاية. تشاو.